الحمد لله هو ترشح صعيب كان بعد نتيجة التعادل في صفاقس اليوم كيف كيف ترشح ما يلزمش يغلطنا في أرواحنا مازال نادي رياضة صفاقس مازال قدامه برشا برشا عمل برشا خدمة لكن الحمد لله الحاجة الأهم هو كون ما خيبناش الجمهور اللي حضر في الطيب المهيدي بالعدد هكا وبال بالروح هيك دز مع الفريق لكن ما كتبناش ربي الانتصار اليوم الحمد لله روحوا بترشح من قطر الشكر موصول لجماهير النادي الرياضي صفاقس وخليت لحبانا في قطر كانوا معنا من نهار اللي وصلنا اليوم كيف كيف كانوا حاضرين بعدات محترمه ايضا الشكر للاعبين قدام النادي الرياضي صفاقس الموجودين هنا سامي طرابلسي حاتم طرابلسي كانوا سند لينا وان شاء الله قادم خير ان شاء الله اليوم وقت اللي تتكاتف الجهود وقت اللي تتلم الرجال الكل حول النادي باذن الله القادم مش يكون خير برشا من الحاضر نتاعنا.